سلام كلثوم، كلثوم كتسمعيني؟ سلام كلثوم، صافي لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ كي دايره مكناس؟ نتسناو يزادو جوج ديال الناس باش نبداو الأسئلة. خلص السؤال ديال قبيلة ديال الدومينو، راه خليت لكم الوقت باش تعرفوا الجواب ديالو. أهلا بيك. فكرتي في السؤال ديال قبيلة؟ بارك الله فيك، انتي اللي شرفتيها البنات إن شاء الله. لن أم إسراء، بارك الله فيك يا كلثوم، لا يخطك. دابا نعاود لكم السؤال ديال القبيلة اللي قلنا ديال الدومينو. شكون هو الشعب اللي صاوب الدومينو؟ رجاء كده على بس عليك. وعليكم السلام. البنات الا كتسمعوني نقول لكم السؤال. صحيح ام اسراء، قلت لك راه خليت لكم الوقت ولا كنتي عارفه؟ ما عرفت. برافو عليك، هذاك هو الجواب. كلثوم السؤال هذا ديالك. نقول لك شي سؤال باش تقدري تجاوبي عليه. الكريم غير كنشوف ان الصوت ما كاينش، ما كرا الصوت ما نسمعش. نكتب صعيب، خصني نعرفك. السنة الهجرية اللي تفرض فيها الصيام على المسلمين. شكرا شكرا، ربي يخليك. احلى بصمة من عند احلى كلثوم واحلى شيماء. البنات عطيوني الجواب، اللي ما عرفتش الجواب تكتب باس. خلاص الصوت كيوصلكم. واخا انا نحاول نعاود السؤال. شنو هو العام الهجري اللي ما عطاش جواب على الله؟ جواب واش سنة ثانية هاري؟ وهي ناري، رجاء ما كتسمع والو. برافو، الجواب صحيح، برافو عليك. غادي زعما ينطح فيه.
البنات سمعتوا السؤال؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك، رجاء الله العظيم. ونعاود لكم السؤال، ما هو أطول حيوان في العالم؟ باش نعاونكم شي شوية، صراحة هو ما غاديش يطيح لكم على البال. شي ما كتسميش اللي طويل، ماشي هي اللي طويلة. لا لا، ماشي الزرافة، لا لا الديناصور، لا راجل حزمان، لا لا ماشي الزرافة. قبل لو زرافة ولا زرافة، ماشي صحيح. قرب بس، والطول ديالها 55 متر. لا ماشي النعامة. لا لا، نعطيكم. إلى أي نوع من الحيوانات تنتمي الدلافين؟ لا ماشي النعامة، صافي إسراء، أم إسراء عطيت الجواب. الجواب هي واحد دودة، دودة الطول ديالها 55 متر. لا ماشي الجمال، كلثوم. لا لا لا، ده الجواب هو الدودة. يلا يا شيماء، شي جواب صحيح. تميل للثدييات. كلثوم لا، ميمكنش يكون الجواب عندها صح وراه وحدة. الجواب ديالها صح صراحة، عندها ما الثقافة العامة. يلا كلثوم، شي جواب من عندك. شنا هي القارة؟ البنت اللي كتسميني سكونفيرمي ليا باش نعرف واش توت كيوصل ولا لا، عفاك. نعاود السؤال. اه واخا، ضحكتني شيماء وعيا نهار صوت مجا دابا ليا الحبه. الباقيين كيسمعوني ولا لا؟ الباقيين كيسمعوني ولا لا؟ دابا كاين الصوت مزيان، سمعتي الجواب؟ يلا رجاء، كتسمعيني مزيان؟ سمعتي السؤال؟ وقيلا كلتو نعاودو. كنسمعو. قولي بالزربة قبل ما يمشي. القارات راهم قلال، دونك الجواب غادي يكون بلوز او موان ساهل. ويلا قول لي جواب بالزربة، انا قلت لك سؤال بالزربة. مرة مرة كيمشي. شنا هي القارة؟ اه ما سمعتيش الجواب كامل. شنا هي القارة؟ كلتو سمعتيني الجواب ديالك فيه واحد الخطأ، من الأحسن غير مسحيه. كلتو كتسمعيني البنات؟ وجاكم سؤال صعب؟
في أين قارة كتعيش الزرافات في البرية؟ قارات اللي كتعيش فيها الزرافات في البرية. هي دي كرجاء في قارة إفريقيا. نقول لكم واحد السؤال ما كنظنش لكم شدا ما تعرفوش. قلتهم الفوق والتحت، حاولي ما تكتبيش باش الجواب ديالك يوصلني وما يمشيش هاد الشيء. كتسمعينا كلثوم؟ كتكتبي المغربية بالأرقام. رجاء واخا صارع المصباح الكهربائي. الا كت انا نبقى نعاود السؤال حتى تقولوا لي سي بون راه سمعنا. من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ شكون هو الشخص اللي اخترع المصباح الكهربائي؟ واخا رجاء انا نبقى نعاود السؤال حتى تكونفيرميو ليا بلي وصلكم. غنبقى نعاودو مخترع المصباح الكهربائي. البنات الا كتسمعوني كونفيرمو ليا بلي سمعتو السؤال. عافاكم لا جاء بزاف، خلي البنات شي حاجه. عرفتك سمعتي هداجه جاوبتي عليه، خلي ليهم شي جواب، جواب شرفي. هاد سؤال سهل باش نقولو ليكم باش كيكونوا الأجوبة. رجاء مشيتي ما سخيناش بيك، شكون اللي يبقى يجاوب لينا؟ البنات من هو الحيوان ولا ما هو الحيوان الذي لا يصدر أي صوت؟ بصح قلتو ما رديتش البال ولكن عجبني الحال كي تجاوبي. البنات شكون هو الحيوان اللي ما عندوش صوت في مرة؟ الحيوان ميت هكذاك بقاي. بقاي شكون اللي غيجاوب؟ ماشي النمله كلتهم؟ لا بصح وين ملتي بان غادي لا ام يسرى ماشي الحلزون، شيماء ماشي الحنش. لا هما كان نختار الا ماشي الحلزون، وكان اختاريتهم بصح هاد الحيوانات كيبانو ما عندهم صوت، ولكن كان الجواب ديال واحد السؤال. لا ماشي الدودة. هو علاش نعاونكم، هو واحد الجواب ديال واحد السؤال قلتو قبل، حيت عنده واحد الصفة كتميزو بأنه يقدر يكون طويل، ولكن هو الجواب ديال واحد السؤال آخر اللي هو الحيوان الذي لا يصدر أي صوت. شي صوت؟ لا ماشي الدودة وماشي الحلزون وماشي النمل مع كامل الأسف. لا مش لا 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 ماشي الحنش، هو ماشي كاع من الزواحف. لا البنات كتسمعوني ياك، هو كيما قلت لكم الزرافة أم إسراء. برافو عليك. لا ماشي الرزون وماشي النعام. لا الزرافة. لا داك الجواب هو الزرافة، هو الحيوان اللي ما كيصدر حتى شي صوت. يكون ساهل وغادي تجاوبوا عليه. لا لا ماشي هاد الجواب. واخا نقول لكم السؤال، الخفاش مولا صايم. لا رجاء هاد المرة. الحيوان الذي يضع اكبر بيض في العالم، البيضة ديالو هي أكبر بيضة في العالم، شكون هو الحيوان؟ مرحبا زيد القدامة. وصفات صحراوية مرحبا بك. هو ويلي كلثوم. رجاء الجواب صحيح. نعم سيدي نعم هو هذاك. الله يعز الحكام.
نعم، برافو، أكلتهم. هذا هو السؤال، هذا هو مرحبا بكم كاملين. وقت تعطل على الدرو معاه، على أكلتهم ربحتي انت ديما رابحة. ما هو عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ إلا كتسمعوني كونفيرمي جردي واش هذا الجواب. السؤال هو كم عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ أحلى بصمة من عندك، شكرا. يلا رجاء. لا ماشي 11 وماشي 13، لا نقصيش شوية. هو عدد أحادي. هو عدد زوجي باش نسهل عليكم، عدد كبير زوجي. هذاك الشيء بصح بصح، عندك الحق أكلتهم. لا هو عدد الجوابات، الجواب صح جوابات و رجاءكم دافيد 8. البنات، السؤال اللي غنعطيكم دابا عنده ديما علاقة بالحيوانات. بماذا يسمى صغير الضفدع؟ لا مريومة وكلتوم الجواب، انتو كتكتبوا لي ارقام اخرين. فوالا رجاء، هو هذا كيني عدد مزوج ماشي بوحدة. شرغوف. لا رجاء، أجوبة ديال كلهم صحيحة ما شاء الله عليك، أجوبة ديالك صراحة كلها صحيحة وما كتعطليش. جو بونس با واش كتقلبي هنا ولا هنا. هذا السؤال اللي غنعطيكم البنات كنظن انه سؤال سهل، كنظن. السؤال هو ما هو اكبر حيوان؟ صح لك، بلاتي نشوف. ياك رجاء، تبارك الله عليك، لما كتقربيش راه برافو عليك. مريومة ما كاينش اللي يحقرك، غير ما شفتش الجواب ديالك، ويمكن حيت ولفت انا اللي كتجاوب دونك كيبان لي الجواب ديالها ديما كيتافيش عندي وكيكون زعما هو اللي صحيح. اما حاجة ما كاينش اللي يحقرك البنات. السؤال الا كتسمعوني قولوا لي ما هو اكبر حيوان في العالم؟ شكون نايمة؟ مريومة شكون نايمة؟ البنات سمعتوا السؤال ولا نعاودو؟ لا ماشي الفيل، لا وماشي الديناصور، لا انا نعاونكم. كان عطا واحد الصوت خلاب لا كلتوم ماشي الفيل. وصفت مع منتيا. رجاء الحوت الأزرق. شيماء أهلا. لا ماشي سبع. لا كلتوم ماشي سبع، هو الحوت الأزرق، هو صراحة الجواب صحيح. نعطيكم سؤال ديني هكا، بما أننا في شهر رمضان الكريم. من هو آخر صحابي توفي
من العشرة المبشرين بالجنة؟ نبدأ نفس السؤال ولا نعاوده؟ البنات إلا سمعتوا السؤال كونفيرميو ليا عفاكم. رجاء تصفيقات حارة، أنا نقول لك خصهم يصفقوا عليك تصفيقات حارة، عندك نصيب الأسد من الأجوبة. البنات سمعتوني سمعتوا السؤال ولا نعاودوا لكم؟ شيماء تستاهل صراحة، تستاهل رجاء تصفيقات حارة. رجاء عندي تكلمي لكلتو، قالت لك راكي محمرة على وجهها. لا ماشي هو الصراحة الجواب الصحيح، لا ماشي معاد، لا ماشي هذا هو الجواب مع الأسف. نعطيكم السمية ديالو باش نعاونكم. سعد، هو ماشي معاد، لا سميتو سعد. لا أم إسراء، ماشي الزبير بن العوام، لا هذا السمية الأولى ديالو سعد. رجاء أين أنت يا رجاء؟ رجاء صحيح، وعدك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لا ماشي سعد بن معاذ، لا أم إسراء، لا ماشي هذاك هو الجواب، لا ماشي هذاك هو الجواب. البنات سنعطيكم سؤال ديني ولكن شوية سهل. سعد بن الوقاص أم إسراء، هذاك هو كان الجواب الصحيح. البنات ندوزو لسؤال واحد آخر، من هو النبي الذي كانت معجزته إحياء الموتى؟ شكون هو النبي عليه السلام؟ البنات سمعتوا السؤال ولا نعاودو؟ أسعد بن أبي الوقاص صحيحة، عيسى عليه السلام، برافو أم إسراء، هذا هو الجواب الصحيح تماما. عيسى عليه السلام هو اللي كان المعجزة ديالو إحياء الموتى، برافو عليك، جواب صحيح. البنات سنعطيكم واحد السؤال على النجوم هذه المرة. السؤال هو لماذا تختلف ألوان النجوم؟ لماذا تختلف ألوان النجوم؟ علاش النجوم ما عندهاش نفس الألوان؟ يلا هذا السؤال شوية مشحر ولكن نتمنى تلقاو الجواب ديالو. ما عرفش واش سمعتوا السؤال ولا نعاودو. لماذا تختلف ألوان النجوم؟ علاش النجوم ما عندهاش نفس الألوان؟ عيسى هاد الجواب فتنا، تسنى لواحد سؤال واحد آخر اللي هو علاش النجوم ما عندهمش نفس الألوان. بعدا واش كنتو عارفين ان النجوم ما عندهاش نفس الالوان؟ حيت انا هاد المعلومه كانت جديده عندي. داكشي شي ما تنار كانوا كيبانوا لي بنفس اللون، حتى قريت هاد المعلومه هادي ان النجوم ما عندهمش نفس اللون، وكاين واحد السبب علاش هما ما عندهمش نفس اللون. هاد السبب هو السؤال ديالنا.
انا وياك نبقاو هنا زعما كلتو ضحكتيني شيماء مرحبا بكم. مما كانوش اجوبه صحاح، المهم ان الواحد كياخد اسئله بلوتو، كياخد اجوبه جداد عليه، كيزيدهم القاموس اللي عنده. الجواب شيماء هو أن الحرارة، درجة الحرارة كتختلف من كوكب لكوكب. داكشي علاش فاش قال لي ربي أريني كيف تجي الموتى، قال شي حاجة تطير ودعهم على تماما تماما، ولكن حنا دزنا الواحد والجواب هو أن السبب أن درجة الحرارة تختلف من كوكب لكوكب. أم صفوان، شنو اللي ما عجبكش أختي؟ شنو اللي ما عجبكش في الخدمة؟ باش نعرف، باش نعطيكم شي سؤال واحد آخر. تماما، ولكن الألوان ديالهم كتختلف لذاك السبب. البنات، سؤال ديني هذه المرة، ما هي آخر سورة نزلت في مكة المكرمة؟ سمعتوا السؤال ديالي؟ شنا هي آخر سورة نزلت في مكة المكرمة؟ البنات سمعتوا السؤال ولا نعاودو ليكم؟ بنات يا بنات، سمعتوا السؤال ولا نعاودو ليكم؟ البنات عفاكم الا كتسمعوني كونفيرميو ليا باش نعاود السؤال. الا ما سمعتوش السؤال نعاودو ليكم. البنات السؤال هو ما هي، شيماء مزيان انا نعاود لك السؤال، نعاودو ليكم، ما هي اخر سورة نزلت في مكة المكرمة؟ كلثوم ماشي مشكل، استني باش تعرفي الجواب. شنا هي السورة اللي نزلت في مكة المكرمة؟ البنات كان كتبوا ليا الا بغيتو نعطيكم اختيارات. الجواب عند أم بلاتي نقرأ، أختي عندي جواب صحيح، ما قلتش الجواب ديالك باش نقول لك واش صح ولا لا. المهم نعطيكم الجواب باش ما نتعطلش عليكم. الجواب هو سورة الروم، كانت هي آخر سورة نزلت في مكة المكرمة. أنا أعطيكم البنات آخر سؤال، نحاول يكون سؤال سهل.
الا كتسمعوني قولوا لي بلي كتسمعوني باش نكتبوا ليكم. كلتهم يا رب الله يستر. نقول حنا ماشي مسلمين، حنا شويه صراحه مقصرين الله يهدينا، وكيكونوا شي اسئله ما نقولوش صعب، ولكن ما كيكونش الجواب ديالهم حاضر عندنا. البنات عافاكم الا كتسمعوني اكتبوا لي باش نقول لكم السؤال اللي كنوعدكم انه غيكون سؤال سهل باش كلشي يجاوب وكلشي يبقى على خاطره. البنات الا كتسمعوني عافاكم كتبوها ليا باش نقول لكم السؤال. لا رجاء ماشي البقره، سوره الروم. سوره الروم كانت هي اخر سوره نزلت في مكه المكرمه، هي السوره الاخيره. عافاكم البنات الا كتسمعوني كونفيرميوها ليا بلي كومونتير باش نعرف انكم كتسمعوني. ام اسراء كتسمعوني مزيان. من هو النبي الذي كانت معجزته إحياء الموتى؟ لا بلوتو هذا قلنا. من هو النبي الذي تصفق الماء من بين أصابعه الشريفة كالعيون؟ الجواب ديالك صحيح رجاء. البنات غير قولوا لي واش سمعتوا السؤال عفاكم، الى سمعتوه كونفيرميو لي عفاكم باش نمشيو نصليو صلاتنا، ولا اللي عنده شي حاجه يقضيها. لا ام اسراء الجواب ماشي صحيح، حتى هو جواب غلط كلتم. ماشي اسماعيل، نعود لكم سؤال ربما ناش الذاكره ديالكم. من هو النبي الذي تدفق الماء من بين أصابعه الشريفة كالعيون؟ يلا البنات. لا ماشي موسى للأسف، مع كامل الأسف ماشي هذا هو الجواب. لا كلثوم ماشي نوح عليه السلام، لا ماشي هذا هو الجواب مع الأسف، مع كامل الأسف. كتسمعوني يا رجاء؟ واخا اكتبوا لي الجواب إلا سمعتوا السؤال. أم إسراء عليه أفضل الصلاة والسلام، برافو عليك، هذا هو الجواب الصحيح، بارك الله فيك. ولكن بقى عندي خميسة جات معطلة واحد شوية البصلة ديالك. سي بون راه بانت، الله يكبر بيك. البنات واش كنتو عارفين الجواب انه محمد عليه الصلاة والسلام؟ كنظن هذا اخر هو الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شكرا بزاف على المشاركة ديالكم، وتصبحوا على خير، تصبحوا فرحة الله. قولوا لي غير واش كتسمعوني باش نقول لكم تصبحوا على خير. كونفيرمي لي عافاك الا كتسمعوني. البنات كتسمعوني؟ بصراحة دوس معكم وقيتة زوينة، عجبوني الأجوبة ديالكم، عجبني التفاعل ديالكم. نتمنى تنتوما تكونوا دوزتوا وقيتة زوينة، نتمنى لكم ليلة سعيدة، كل واحد يحقق لي الله داكشي اللي كيتمنى ويحقق لي الله. ماشي تستاهلي، تستاهلي كل خير الله ودي. انا معكم الله وداوم اسراء مندي منش. البنات صبحوا على خير، الله يصبحكم الله في الخير. شكرا بزاف على الاجابه ديالكم صراحه فرحت، شكرا ليكم، صبحوا على خير
وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم مع الأسئلة، ولا فرحتوني، عجبني الحال معكم. صبحوا على خير كاملين، ما كانش غطى الحفلة. قوموا مرحبا بي عندكم وحدة بسميتها، إن شاء الله كلتم، تصبحي على خير.